فاطمة كشري تستغيث بعد إجراء جراحة خاطئة بالمعدة، 3 شهور بعيط من الوجع. حكاية اسم شهرتها وهذه أشهر أعمالها معلومات عن فاطمة كشري. عاجل ابنة فاطمة كشري تكشف حالتها الصحية بعد دخولها المستشفى. الفنانة المصرية فاطمة كشري تتعرض لأزمة صحية. نقل الفنانة فاطمة كشري للمستشفى. السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم في قناتكم كورة شراب. لطفا قبل أن نبدأ فلا تنسوا أن تدعمونا بلايك أسفل الفيديو حتى نوصل هذا الفيديو ل9000 لايك. لو بتحب فاطمة كشري ما تنساش تضغط لايك أسفل الفيديو، فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد المتعاطفين مع فاطمة كشري. ولا تنسوا أن تضغطوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. فاطمة كشري تستغيث بعد إجراء جراحة خاطئة بالمعدة، 3 شهور بعيط من الوجع. منذ عدة أشهر بدأت الفنانة المصرية فاطمة كشري في الشعور بألم شديد في منطقة البطن، ولكنها لم تعطي الأمر اهتماما كبيرا بتلك الآلام، حتى بدأ الوضع يزداد سوءا وأصبحت تلاحظ وجود انتفاخ شديد في البطن، فقررت الذهاب إلى الطبيب بعدما شعرت بضرورة التخلص من هذا الألم الشديد. وبالفعل ذهبت إلى أحد الأطباء الذي أخبرها بدوره بأنها تعاني من فطاقة ولابد من إجراء جراحة عاجلة بسبب تضخمه بصورة غير طبيعية ما أدى إلى تأثر القولون بهذا الانتفاخ، وهنا كان لابد من التدخل الجراحي في محاولة لإنقاذ الوضع خوفا من حدوث مضاعفات خطيرة تؤثر عليها مستقبلا. وذهبت كشري إلى مستشفى خاص في منطقة حدائق الأهرام، وهناك أجرت جراحة في مارس من العام الحالي، وظلت متواجدة داخل المستشفى لمدة 9 أيام تشكو من ألم في منطقة الظهر وكذلك البطن في موضع الجراحة. وتقول في تصريحات للوطن: كنت بدفع 650 جنيه في الليلة، ولو أخذت حقنة زيادة بدفع 1000 جنيه في الليلة. بعد المدة دي خرجت، لكن برضو كنت حاسة بوجع غير طبيعي في المنطقة اللي كانت فيها العملية وما كنتش عارفة ده بسبب ايه، وكنت كل ما أكلمه يقول لي ما تقلقيش ده طبيعي بسبب تأثير العملية. أقول له بطن وربة، يقول لي ده من شدة الخيط، بس ما تخافيش كله هيبقى تمام. وكان مركب لي جهاز كده يشيل الصديد، ده وقع لوحده من كتر السخنية اللي في بطني. وخلال تلك المدة كان يأتي الطبيب إليها داخل المنزل ويحصل على 300 جنيه كل 3 أيام. ومنذ إجراء الجراحة لم تعهد كشري الراحة ولم تشعر يوما بتحسن. رحت له تانية قال لي هناخد عينة من الصديد نحللها ونشوف فيه ايه، وقال لي لازم نفتح تاني علشان ننظف الصديد. والموضوع تكرر 3 مرات لحد دلوقتي، كل شوية يشق بطني وانا تعبت ومش عارفة فيا ايه، كل اللي بيعمله الفتاة بيخفي بسرعة. اشمعنى انا وطول الوقت بقول له انا حاسة في حاجة غلط، يقول لي لا، وبقالي 3 شهور على الوضع ده بعيط من الوجع اللي فيا. الفنانة المصرية فاطمة كشري تتعرض لأزمة صحية. تعرضت الفنانة المصرية فاطمة كشري لأزمة صحية، دخلت على إثرها إلى أحد المستشفيات لإجراء جراحة عاجلة. وكشفت مصادر قريبة من الفنانة في تصريحات صحفية أنها أجرت عملية الفطاق قبل ساعات، ولا زالت تخضع للعلاج تحت إشراف الفريق الطبي المعالج لها داخل أحد المستشفيات التي تقع في نطاق محافظة الجيزة. وفاطمة كشري ممثلة مصرية اسمها الحقيقية فاطمة السيدة عوض الله، كانت بدايتها من خلال مشاركتها ككمبار الصامت بفيلم صراع الأحفاد عام 1989، ثم شاركت بالعام التالي بالمسرحية الكويتية أزمة وتعدية. اقتحمت مجال الدراما التلفزيونية عام 2001 عندما شاركت بمسلسل ذهب قشرة. توالت بعدها أعمالها حيث شاركت في عشرات الأعمال ما بين السينما والمسرح والتلفزيون. من أبرز أعمالها كدا أوكي شيكامارا أحلى الأوقات، وفي حديث تلفزيوني عدة روت فاطمة كشري كواليس دخولها عالم التمثيل التي قادتها الصدفة إلى عالم الشهرة والأضواء، حيث قالت أنه خلال زيارتها لشارع عماد الدين لشراء الثلاجة لأمها ولأخواتها بعد وفاة والدها، جذبها تجمع من الفنانين والكاميرات وإضاءة تملأ المكان عن بكرة أبيه. وأكدت فاطمة كشري أنها ذهبت إليهم قائلة لهم أنتم مين، فرد عليها أحدهم إحنا بنصور فيلم. فعشقت كشري التمثيل بعد رؤيتها المشهد الذي تم تصويره أمامها، وقررت على الفور أن تذهب إلى المسؤول داخل العمل عن الكومبارز ليسند إليها دورا في صراع الأحفاد وكتيبة الإعدام. نقل الفنانة فاطمة كشري للمستشفى. تمر الفنانة فاطمة كشري بأزمة صحية، دخلت على إثرها إلى أحد المستشفيات حسب ما أعلن الريجيسير إبراهيم عمران عبر حسابه على فيسبوك. ونشر عمران صورة لها على سرير المرض وكتب:
إلى أحبائي وأصدقائي، أرجو الدعاء للفنانة والصديقة فاطمة كشري إن ربنا يشفيها ويقومها بالسلامة. وقدمت فاطمة كشري العديد من الأعمال، منها الكبير أوي والواد سيد الشحات، وكان آخر أعمالها مسلسل عمرو دياب عام 2020 مع علي ربيع ومصطفى خاطر المخرج معتز التوني، ويسجل العمل التعاون الأول بين ربيع خاطر في الدراما التلفزيونية بعدما قدم كل منهما مسلسلين على حدة، وهو انتاج شركة سينرجيا ومن تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وبطولة علي ربيع ومصطفى خاطر ومحمد محمود ومحسن منصور ونهال عنبر وضيف الشرف صلاح عبد الله ووزه وأحمد فتحي. فاطمة كشري تستغيث بعد إجراء جراحة خاطئة بالمعدة 3 شهور بعيط من الوجع. منذ عدة أشهر بدأت الفنانة المصرية فاطمة كشري في الشعور بألم شديد في منطقة البطن، ولكنها لم تعطي الأمر اهتماما كبيرا بتلك الآلام حتى بدأ الوضع يزداد سوءا وأصبحت تلاحظ وجود انتفاخ شديد في البطن، فقررت الذهاب إلى الطبيب بعدما شعرت بضرورة التخلص من هذا الألم الشديد. وبالفعل ذهبت إلى أحد الأطباء الذي أخبرها بدوره بأنها تعاني من فطاقة ولابد من إجراء جراحة عاجلة بسبب تضخمه بصورة غير طبيعية ما أدى إلى تأثر القولون بهذا الانتفاخ، وهنا كان لابد من التدخل الجراحي في محاولة لإنقاذ الوضع خوفا من حدوث مضاعفات خطيرة تؤثر عليها مستقبلا. وذهبت كشري إلى مستشفى خاص في منطقة حدائق الأهرام، وهناك أجرت جراحة في مارس من العام الحالي، وظلت متواجدة داخل المستشفى لمدة 9 أيام تشكو من ألم في منطقة الظهر وكذلك البطن في موضع الجراحة. وتقول في تصريحات للوطن: كنت بدفع 650 جنيه في الليلة، ولو أخذت حقنة زيادة بدفع 1000 جنيه في الليلة. بعد المدة دي خرجت، لكن برضو كنت حاسة بوجع غير طبيعي في المنطقة اللي كانت فيها العملية وما كنتش عارفة ده بسبب ايه، وكنت كل ما أكلمه يقول لي ما تقلقيش ده طبيعي بسبب تأثير العملية. أقول له بطن وربع، يقول لي ده من شدة الخيط، بس ما تخافيش كله هيبقى تمام، وكان مركب لي جهاز كده يشيل الصديد. والآن أعزائي المشاهدين أعتقد أننا وصلنا لنهاية الحلقة، ولكن قبل أن ننهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة بأرائكم في التعليقات: ما هو سبب مرض الفنانة فاطمة كشري؟ لا تنسوا أن تشاركوا بأرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي. We'll be right back.